بكم من جديد. ونبقى في قضية الإضراب وتفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إذ نريد الحديث عن هذه القضايا مع ضيفينا في الاستوديو، ماجد صعبني ناشط سياسي واجتماعي، وعضو الكنيسة السابق محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي. أهلا ومرحبا بكما. أهلا بكم جميع المشاهدين. لابد وأنكما سمعتما محمد بركة. نريد بالبداية محمد حسن كنعان أن تعقب على ما سمعته من تصريحات لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة. محمد بركة عبر عن موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن الخطوات التي اتخذت في الاجتماع الأخير على أثر الجريمة النكراء في كفر قرع ومقتل الشيخ سامي المصري، وقبله طبعا اثنين من ابناء شعبنا. باعتقادي انه في من ضمن الخطوات عمليا في هناك تجديد، ولكن المشكله الاساسيه انه لحد الان للاسف الشديد الجريمه والعنف ما زال مستشري، رغم الجهود التي تقوم بها الهيئات العربيه المختلفه على اختلافها، ان كان مدني وان كان سياسي وان كان اجتماعي وان كان ديني. رغم كل ذلك ما زلنا نعاني من قضيه العنف والجريمه، واصبح كل مواطن عمليا يشعر بانه غير امن والوضع غير مستقر في كل بلداتنا العربيه. انا باعتقادي انه طبعا ذكر الاخ ابو سعيد انه يوم الخميس في هناك اجتماع لتلخيص ما كان ووضع برنامج للمرحلة القادمة لمكافحة قضية العنف والجريمة والاستمرار في النشاطات على اختلافها، طبعا بجهود مشتركة للجميع، لأنه هذه القضية أصبحت مش قضية قيادات، أصبحت قضية شعب كامل بأكمله بعيش في هذه البلاد هو غير آمن، غير آمن، لا يشعر بالأمن والاستقرار في بلده في بيته في حيه. ماجد صعبني، قبل أن نسمع إلى رأيك نريد نقرأ هذا الخبر وربما تعقب عليه. أعربت سيدة الأعمال والناشطة الاجتماعية والمرشحة سابقا في حزب بيني جانتس إلهام خازن عن سخطها من قرارات لجنة المتابعة العليا وموقف القيادات العربية بعد جرائم القتل الأخيرة التي وقعت في كفر قرع وراح ضحيتها الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قرنسوي وقريبه الفتى محمد عربيد من كفر قرع رميا بالنار، وجريمة قتل الشيخ سامي عبد اللطيف إمام مسجد قباء في كفر قرع لدى خروجه من المسجد إثر تعرضه لإطلاق نار. وشنت إلهام خازن هجوما على لجنة المتابعة وقالت أن القيادات العربية هي التي أوصلت المجتمع العربي لهذا الوضع وليس الوزير إيتمار بن غفير. لنسمع إلى أقوال إلهام خازن. ما كانش بدي أعلق، بس المصيبة اللي صارت في كفر قرع وراح ضحيتها ثلاث ضحايا والاجتماع اللي دعت له لجنة المتابعة واللي ولا عضو كنيسة اتكلف وحضر له والقرارات السخيفة اللي أخذتها هاي اللجنة بهذا الاجتماع، عن جد بكفي ساعتين إضراب وتسكر شارع؟ هيك إحنا بنهارب العنف؟ لازم نعرف مين المسؤول لإحنا وصلنا لهاي المرحلة، مين اللي جابنا لهاي الهاوية؟ أنا في رأيي مش بن غفير اللي وصلنا لهون، إنما قيادتنا الفاشلة، القيادة المعفنة اللي وصلتنا لهاي البؤرة من العنف ومن العفن. والحقيقة نعم، هذا الفيديو والخبر نشر في موقع بنت اليوم. أريد أن أسألك بالذات عن هذا الموضوع، كيف تعقب على تصريحات محمد بركة وما تقوله إلهام أنا خازن. أول شيء بحييها وقالت هذا الشيء من حرقة ومن وضع الموجود فيه. طبعا وأنا نفس الشيء، أنا حضرت الاجتماع اللي كان في كفر قرع، انعمل الساعة 10 تعرف في ذلك الوقت وافتتاح مدرسي وإشياء من نوع، ولكن للأسف الشديد يعني من أعضاء الكنيسة ولا عضو كنيسة كان متواجد هناك. اثنين رؤساء المجلس المحلي من حوالي 60 أو 70 رئيس مجلس محلي بحضروا فقط 4 رؤساء. ثلاثة بالنسبة للقرارات اللي اتخذوها ولا قرار برأيي قرار عملي بالمرة، يعني إضرابهم بالشاطر على المدارس، نعمل إضراب مدارس ابن صف بستان وابن صف ثاني وثالث ورابع شو بفهموا في الإضراب ده ليش بده يضرب،
يعني لو كنا مدارس الثانوية تضرب وتطلع في المظاهرات ويطلعوا حاملين الأعلام السود ولافتات وكرمت بنقول كان به يعني الأولاد الكبار الشباب الكبار، ولكن الصغار يعني هذا ليش يعني فرحة خاصة يوم أول افتتاح مدرسي يعني الأولاد يعني كسرتوا الهوسة تبعتهم، يعني هذا القرار بالمرة مش لازم يكون بالمرة. اثنين بالنسبة للإضراب، أنا تجولت في بعض القرى، يعني الإضراب كان إضراب مش 100%، في إضراب يعني بعرف في كفر يعني حوالي 90% أو 100% كان في إضراب موجود، باقي المحلات أضرب بجوز لحد الساعة 12، بعد الساعة 12 فتحوا محلاتهم أو فتح محل خلفي للمصلحة تبعته، يعني اليوم صارت عدم مبالاة. اثنين يعني خذ المسير اللي كانت تلعب به مسيرة الأموات أو مسيرة التوابيت اللي حمروها هناك، للأسف الشديد يعني كان فيها حوالي 1000 أو 1500 عربي موجود فيها، وكان فيها قبالها 3000 يهودي اللي كان موجود فيها، حتى بعض العائلات اللي أولادهم انقتلوا ما اشتركوش في هذه المظاهرة. يعني لو ناخذ احنا اللي اشتركوا من سنة 2000 لحد اليوم اللي حوالي 1700 أو 1800 قتيل، لو كل واحد منهم يعني أخذ معه 10 أو 12 واحد بجوز نوصل لحد 18 و 20 ألف شخص. إذا هنا في عنا لا مبالاة، فيش عنا أمان، وفيش عنا ثقة في القيادي، القيادي لم تتخذ قرارات حاسمة بالمرة. كان في موجود وكان اقتراحي إنه كان نسكر الشوارع الموجودة بالمشاركة مع إخواننا اليهود اللي تعاطفوا معنا، يعني نشترك فيها يهود، نسكر مش كل يوم على مدار أسبوع كل الشوارع مع بعض البعض، بشهر 6 بشهر 44 بشهر 70 كل بلد يعني تسكر الشارع عندها شل الدولة كلاتها، أما نقول إضراب ما نطلع الشغل كلهم يا عم يطلعوا على الشغل، ما حدا أضرب ولا حدا راع على الشغل ما راحش على الشغل. لهذا السبب أنا بعتبر أنه كان إقرار فاشل وتنفيذه كان فشل. طب محمد حسن كنعان، أريد أن أسمع رأيك بالنسبة لمقالته إلهام خازن أيضا الذي نشر في موقع بنت يوم أمس، ماذا تقول؟ أعتقد عليها أن تخجل من نفسها، وإحنا موجودة في حزب صهيوني ساهم بقتل أبناء شعبنا وما زال يساهم بقتل أبناء شعبنا. لما كان بيني غانس كان في حكومة إسرائيل، هل منع القتل ومنع الجريمة والعنف في المجتمع العربي؟ هل منع عفوا خلينا نكمل الله يرضى عليه، اللي واحد زيها واحد زي الصهيونية متصهيني، لماذا تقول صهيونية؟ هي بحزب منتمية لحزب صهيوني متصهيني. نعم اليوم واحد زيها تنتقد الجماهير العربية، هل كانت في مظاهرة؟ هل ساهمت هي حزبية؟ هل حزبها ساهم في مظاهرة معينة ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي؟ هل هي ساهمت أو شاركت في أي مظاهرة ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي؟ هل ساهمت في 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 بلدها في 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 البعني في مجد الكروم في الشغور؟ أكم مظاهرة كانت؟ هل كانت موجودة في أي وقف احتجاجي؟ أبدا. في ناس بس قاعدة بتنظر، قاعدين بنظروا من بعيد وبيشاركوش في أي مظاهرة، بيشاركوش في أي في أي في أي شيء، بيطلعوش للشارع. على إيش نحكي؟ على إيش نحكي؟ اليوم إيش القيادات عليها؟ تقعد تجتمع تتخذ قرارات، والتنفيذ مفروض يكون الجماهير تنفذ القرارات، ولكن اليوم في إحباط جماهير كبير. ليش؟ جدا ليش في كبير جدا؟ ليش في إحباط؟ لأنه إحباط من سبب العنف والجريمة في المجتمع العربي. لماذا تنكر الإحباط؟ الإحباط موجود، الإحباط موجود، بس شو سبب الإحباط؟ الإحباط سبب أقنعه برأيك. إحنا أرقام، إحنا قاعدين، إحنا بسبب فشل حكومة إسرائيل في معالجة هذه القضية، بسبب الفشل الأمني لحكومة إسرائيل في معارضة قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي. مش فشلها، هي نجحت. الحكومة الإسرائيل هذه بالذات نجحت 100% في المخطط تبعها. القضاء بيلتف بعض البعض يا زلمة، اسمع شوي. نجحت في القتل، نجحت في التفرقة، نجحت في القتل، نجحت في القتل، نجحت في القتل اللي بكون فيها، مش نجحت في عدم الجريمة. من سنة 2000 اسمعني شوية، من سنة 1980 لحد 2020 سنة كان في حوالي 50 قتيل. في خلال 20 سنة الأخرانيات 1700 قتيل. هذا تعطيت الحكومة، هذا اليوم هبت العطسة يا عمي. إذا أنا بكون نجحت في خطتها، هذا الخطة مدروسة يا عمي، مش منا. إحنا مش شعب معنف، ديننا مش شعب معنف، احنا بدينا مش هذا الموضوع يا اخي. إيه؟ الله يرضى عليك. انت تتهم الاحزاب الصهيونيه انها تحق. انا بتهم يعني انت انطيتني اعلق على حديثها، فواحد انا بسال يعني فيش اهون من النقد والانتقاد؟
فيش كثار زي البراتر هم قاعدين كثار زي فيش أول نقد الانتقاد بنتقدوا ولكن وين هن موجودين قاعدين في في ماذا عسى أن تفعل إيش ماذا عسى أن تفعل هو الحديث عن تجند 100-200 من 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 بلدها ويتنزل على الشارع ما هي الأحزاب والقيادة مش عارف تجند 100 واحد عفوا القيادة اللي تاخذ ميزانيات تاخذ مصاري كل شيء مش عارفين جد الناس مش عارفين جد الناس مين 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 اللي ما هي بالقيادة ما هي حزبية يا زلمه هي في حزب يا زلمة أي مين اللي بأخذ مصاري؟ مين اللي بأخذ مصاري؟ لجنة المتابعة تأخذ مصاري؟ على شو بتحكي أنت؟ ليش ما تأخذ مصاري؟ ما تدبش مصاري؟ ما بتأخذ مش مصاري؟ ليش ما تدبش مصاري؟ يا زلمة أنا قلت عدة مرات يا زلمة لأنك أنت بتحكي أشياء غلط. ليش؟ لأنك بتأخذش. أنا تأخذش. لجنة المتابعة تأخذ. كلك تأخذش. أنا ما كلك. لجنة المتابعة بحط من الجامعة. شو عمل التحكير أنت؟ شو لجنة بتزبد ميزانية؟ إيش؟ شو لجنة بتزبد ميزانية؟ ليه ما تأخذ ميزانية؟ مين؟ لجنة المتابعة. فعلا هي تمثل لماذا تأخذ أين ميزانيتها؟ المشكلة مفروض يبقى عندها ميزانية مفروض بس المشكلة لأنه الأحزاب ما بتقومش بواجبها المالي بس هي بس الأحزاب يا زلمة لو عملنا شكل من كل شخص عندنا مليون 700 مليونين لو دفعوا 50 هاي مليون شكل في السنة لو واحد أنا قلت عدة مرات يطلعوا الشباب مع 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 مع, مع جهاز طبعا الاستركات والفيزا يطلعوا فروا على الناس كل يوم تبرع بحق سعر الدخان حك على الدخان بنعمل حوالي مش اكثر من 400 واحد متبرعوا حك على الدخان ضرب 40 شيكل هاي في مليونين شيكل كل سنه فيش مثل شو بدك تساوي محمد بركه مع كل احترام له لا 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 في عنده موظفين ولا في عنده ميزانيات ولا في عنده حدا ولا الاحزاب تدفع ولا المجالس المحليه تدفع شو جاك فيه ما فيش انت موجوده في حزب العرب الديمقراطي قديش تدفع لهذا تدفع انت معك مصاري تدفع اليوم احنا بنحكي انا بحكي بنحكي إيه؟ الاحزاب الممثله بالكنيسه اللي عندها ميزانيات عمليين شهرية مش عمالين تدفع مش دافعين هومي مش عمالين ما مش دافعين ليش بيدفعوا مش دافعين بدهم العكس بدهم مصاري عمال أقول بقول لك مش عمالين يقوم بواجبين المالي شو قلت إذا إذا تشتغل المتابعة رجل المتابعة بدون ميزانية بدون أسنان بدون موظفين بدون لجان تشتغلش يا عمي تشتغلش يا عمي كل هذا رغم كل هذا لجنة المتابعة قامت في دورها بتقوم في دورها يا عمي بتقوم في دورها سعداد عليها الناس ضمن الإمكانيات المتاحة لها في عندنا قامت بأدوارها لجنة إفشاء السلام لجنة ضمن الإمكانيات المتاحة يعني ليس لديها إمكانيات متاحة مثلما يتحدث أنا بقول فيش ميزانية فيش تنظيمات اللي بالامكان في هناك لجان في لجان فرعيه اللي بتحاول تقوم في دور قدر المستطاع يا زلمه كل شو دور شو دور يا اخي الكريم ما معك بنزين يطلع فيها يا زلمه يا اخي الكريم هذه القضيه قضيه سياسه عليا قضيه العنف والجريمه قضيه سياسه عليا حكومه اسرائيل لما بتقرر بدها تضبط الوضع في الوسط العربي تقدر تضبطه اذا قدروا اليوم يمسكوا فلان وعلان في بس بالطبعون اليوم مسكوا مجموعه في طبريه امبارح مسكوا مجموعه في مكان اخر لما بدهم بيقدروا طيب لما شو بدهم بيقدروا شو بدنا نعمل اليوم المسؤول الاول والاخير عن هذا الوضع هي الاستاذ ابو حسن شو بدنا نعمل الاجهزه الامنيه في دوله اسرائيل احنا علينا نمارس الضغط على هذه الاجهزه على هذه الدوله على هذه الحكومه كيف؟ حتى كيف كيف علينا نمارس الضغط على هذه الحكومة اضرب مدارس حتى كيف اضرب مدارس اضرب كل الموظفين نعم المدارس جزء من مجتمعنا في الطين قبل 10 سنين اضربوا 6 اشهر 6 اشهر ضرب مدارس ما سووش شيء بسووش شيء مع مع المجتمع العربي المدارس مع المجتمع العربي مع المحلات التجاريه مع كله بيعمل شيء يعني هذا بدك تدور على وسائل حتى تضغط على الحكومه وتفرض عليها أبو الامر حسن. الثاني سبق ماجد ندور عندك اخ قلت عندك قبل مره هذه قضيه الوسط العربي والجمهور العربي يجب ان تدول وهذا الموضوع التقصير من اعضاء الكنيسة العرب يجب أن تدول الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الإدارة الأمريكية لكل العالم ولجنة المتابعة برضو لبدونها برضو لجنة المتابعة لها دور ما هي لها دور مثل أعضاء الكنيسة هم بتعاون معهم ما هم أعضاء 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 ما هم أعضاء الكنيسة هم أعضاء في لجنة المتابعة عملت وثيقة تتهم الناس وتبرر ناس بس عضو الكنيسة بيقدر يصل للمؤسسات عنده إمكانيات مادية بيقدر يصل للمؤسسات
بيقدر يطلع وفد للأمم المتحدة، بيقدر يطلع الاتحاد الأوروبي. لديه إمكانيات أكثر من غيره، أكثر من الإشارات المتابعة. ليش؟ ليش بكون هيك؟ لأنه في عندهم ميزانيات بيقدروا يطلعوا، يأخذوا كم طيارة ويطلعوا وثلاث يقدر يطلعوا. أما رجل المتابعة ليش ما يكون في عنده مسار تطلع؟ يا عمي ليش ما أنت تطلع؟ يا عمي ليش ما بدي تطلع؟ طب أنت عمالك توي هدي شوي. إيه. إن أعضاء الكرة من جزء من لجنة المتابعة. ما هن جزء من لجنة المتابعة. أنك عليهم بس. مكسرين يا عمي هن بس لك سؤال اليوم اليوم باجتماعكم في القرع ولا عضو كنيسة كان ليه ولا رئيس هل جميع الأعضاء يتعاونون مع لجنة المتابعة أعضاء الكنيسة العرب لا طيب ولا عضو كنيسة بشارك نادر تشارك مرها إذا إذا بعرف إنه في وسائل الإعلام موجودة شو تقول هاي كيادي هاي أنا بدي أرد عليها هاي أنا بدي أضحي عشانها المسؤولية يشاركون بعد رتتين يا الشعب تعبان يا الكيادة تعبانة يا اللي اختار لي منهم يا عمي ماشي طب الشعب يختار قيادة يا عمي في كيادة بقت 76 يا عمي اختار قيادة عندك بطبرة عندك يوم العرض لكل دول عربي كل دول عربي انت مالك زيه عندك ليش أنا كان في كيادة اليوم فيش كيادة بالمرة هذا حكي طيب على كل حال شو الحكي هذا حكي الجرائم بس لك سؤال قبل هبة الكرم ما كانش 150,000 منتظر بسخنين على شو عم بتحكي يا زلمة انت على شو عم بتحكي وشو ما هي شو ايش لما في كان في مظاهرات كانت تكون 100-150 ليش بتطلع اليوم ليش بتطلعش اليوم ليش بتطلعش اليوم بيطلع ليش بتل ابيب 1500 عربي و اسمعني شوي اسمعني شوي هذا كم واحد اكلها مش دقيق لا مش دقيق حكيه كل حكي مش دقيق طلعت لانه طلعت 70 حافله من الوسط العربي طيب 70 كده 3 يهود كده شبكوه العرب كانوا اكثر كنا موجودين العرب كانوا اكثر من انا بقول لك انا بقول لك من اللي كانوا موجودين هناك كانوا اليهود 3 اضعاف مما كان العرب انا هذول كلهم يهود جماعه جانس زي الاخت اللي حكت اسئله كثيره كلهم جماعه ميرت كلهم جماعه من احزاب صهيونيه وطلعوا طيب على كل حال طلعوا ننتقد العربية ننتقد العربية اللي كانت تقول عنها دعنا نتقدم ما يكلكنا هو الجريمة ومنفذي الجريمة ما هي الرسالة ماجد صعبني التي يريد منفذ الجريمة صباح اليوم يعني في يوم الإضراب لم يضربوا إيصالها للجمهور العربي بتنفيذهم هذه الجريمة في صباح يوم الإضراب يا عمي شيء واحد هذه اللي خططها الحكومي ويجب الضغط على الحكومي ضغط الحكومي قلت لك في تنظيم وفي تجيش الشعب ان هيك يطلع يسكر الشوارع اغلاق شوارع اي نعم اغلاق شوارع كل يوم نغلق مش كل شوارع الرئيسيه شل الدوله وقف عجلكم ما جرت محاولات مثل هذه يعني جرت اسمعني شوي شو ثاني ما يخافش الواحد اليوم قاعدين بخاف في هبه الاقصى اللي بتقول عنها اللي اكل 17 سنه وكان 12 سنه ومسجون ما حدا وقف معاه حتى تقول يعني الناس تساعد اهله في محاميه وفي شيء تركوهم الناس وهيك الواحد قاعد بخاف على اولادته اما ما في عندي ظهر وفي عندي سند وفي عندي اموال وفي عندي شيء بخافش دمروا الناس هذا حكيك مش صحيح مزبوط حكيك عاري عن السحر يا أخي سألهم لأنه هذا الموضوع اللجان الشعبية تبنت قضية المعتقلين في هبة الكرامة وجمعت مبالغ من شان المعتقلين أما ما بتقدر تجمع خلي أهل المعتقلين جاوبوك مش أنا جاوبك خلي أهل المعتقلين أنا سمعت منهم طيب أنا أريد أن نتكلم لموضوع آخر موضوع آخر عايش بعالم محمد حسن كنعان هناك حديث يتصاعد عن دخول الإجرام وتدخله في الانتخابات المحلية كيف تقيم الوضع لأن هناك تقارير سؤالين مع بعض هناك تقارير تقول أن جهاز الأمن العام الشباك لديه معلومات حول تهديدات لمرشحين ورؤساء في نحو 20 سلطة محلية في الوسط العربي ماذا تقول في هذا الموضوع؟ طبعاً هذا وضع مؤسف جداً إنه في تهديد لمرشحين أو لرؤساء حاليين في الوسط العربي هذا مؤسف جداً وأنا إحنا بنعرف إنه قضية الجريمة والعنف كمان دخلت لهذا المجال لقضية السلطات المحلية قضية المناقصات كل ما يتعلق في ذلك أنا بتصور إنه على إسه اليوم على جميع العربية إنه تنتخب رؤساء قادرين رؤساء لا يستطيعوا أن يواجهوا هذه المظاهر وهذه هذه الأمور في كل بلد وبلد في كل بلد وبلد اليوم الشباك بقول هذا الحكي الشباك ليش ما بيدخلش
ما بدخلش للموضوع لما بقول في هاي البلد فيها كذا وكذا، وكان 20 يعني مش محددين وين هني او مين هني، فاهم كيف؟ وكان كل الرؤساء متهمين او كل القرى متهمين. في ما حداش بيقدر يقول لك يقول ما فيش، في ظاهره مفروض نقتلعها من الشرش لانه اخطر ما يمكن ان يكون على قرانا ومدننا العربيه هذه الظاهره. لماذا تخالف هذا الراي؟ يعني اخالف الراي هذا اولا الحمايه هذا من رب العالمين، وكل واحد هدف اذا شيخ باب الجامع وقتل يعني الرئيس بده يكون محصن، يعني لو بكوا 100 حرس 100 حرس ما بكوا الشيخ قتل قدام 100 واحد مش واحد واثنين وثلاثه، 100 واحد 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 قدامه قال له زيح الغاد ابعد الغاد عن بعد صفر. اذا هنا فيش حمايه موجوده الا ضغوط عليها. اليوم مثلا في الانتخابات كل عبر وسائل المجلس المحلي واللي مهددين، بنعرف انه 26 رئيس مجلس محلي هاي في التقرير مهددين، وخمس يهود، تصور قديش يعني في خمس يهود اللي مهددين و26 اللي من الوسط العربي. انا بقول هيك احنا موجودين على الانتخابات يا عمي مشان الله، من كل المرشحين تقديم القوائم ب 22 شهر، اتقدموش قوائم، سلموا المفاتيح لوزاره الداخليه، خليهم يجي يجيبوا زباله باش يجيبوا باش سلموا المفاتيح بس، وعد رايك يا ست تفضلوا جبدوا 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 حالهم ويعلنوا للعالم احنا يا عمي هاي لا البرلمان نفعنا ولا المجالس المحليه نفعتنا، خذوا المفاتيح يا وزير الداخليه ويا وزير الشرطه وتعال دير امور البلد بس هيك. اما قاعدين نتكتل على كرسي وعلى نص كرسي وين احنا؟ احنا حسن كنعان ما رايك بما يقول يعني؟ طبعا انا ما اعرف كليا هذا الحكي يعني كليا مرفوض يعني. طبعا هذا واقع 20 الشباك يقول 20 سلطه محليه عربيه. يا اخي اخي الكريم اذا انا اليوم اذا اليوم الوسط العربي بده يسلم المفاتيح للحكومه حتى عينوا موظفين علينا يعينه يا اخي يعينه هو معي يعني عمالك شد عينه تفضل مش بدي عينه بسكت السلطه المحليه بدناش ننتخب خليهم رؤساء داخل فتره. انا مع انه جماهيرنا العربيه تنتخب رؤسائها ينتخبوا مرشحينهم. اليوم في خطوات ممكن تنعمل من قبل الرؤساء السلطات المحليه. قبل اسبوعين 10 ايام كانت مظاهره في القدس، مظاهره كبيره جدا كانت ناجحه جدا وكانت مواجهه، وعلى اثرها على اثر هذه المظاهره تم خنوع سموتريتش وحكومة إسرائيل لمطالب السلطات المحلية العربية. الأمر الآخر من جابه. الأمر الآخر تكاثر أعضاء الكنيسة من جابه. هذا صار كل جبتين وأكثر كل جبتين. إحنا بندور أعضاء الكنيسة قاعدين بندور. أنا بحكي أعضاء الكنيسة. أنا بخلينا. يعني سموتريتش نفسه كان هون في موقع في التلفزيون هذا قناة أنا. موقع بنت ذكر الاشي ومع الحديث طبعا مع الزميل بسام جابر وقال انه انا بدي اعلن اسلم يعني اول تصريح له كان عندنا هون في موقع. ما انا سمعته انا سمعت لما كان عندكم سمعته. الامر الثاني هاي بالنسبه للسلطات المحليه بالنسبه لاعضاء الكنيسة سبق وكمان هون في هذا البرنامج قلنا انه بيقدروا يعملوا خطوه. الموحده لما بتذكر بالدوره الماضيه قعدوا شهر ما يروحوش على جلسات الكنيسة بيقدروا العشر أعضاء أو الـ11 عضو اليوم ما يروحوش يقاطعوا وكل يوم يعملوا مؤتمر صحفي في القدس للرأي العام الإسرائيلي للرأي العام العالمي لكل العالم. بيقدروا ما يروحوش على الكنيسة يلتقوا مع سفير الاتحاد الأوروبي يلتقوا مع السفراء الأجانب هون في إسرائيل يشرحوا مواقف الجماهير العربية هون في الداخل هون في الداخل حتى تغير الرأي العام العالمي والرأي العام المحلي ضد هذه الحكومة. الأمر الثالث أنا باعتقادي كمان جماهيرنا العربية عليها أن تشارك في المظاهرات ضد الانقلاب القضائي أكثر مما هو اليوم. اليوم المشاركة هي ضعيفة أنا بتصور لأنه الجهاز القضائي بهمنا رغم أنه فيش عدل فيش عدد اتجاه الجمعية العربية ولكن برضو احنا بدنا نحافظ على ما هو موجود بدنا نحافظ على ما تبقى منه حتى نحمي انفسنا من الوضع القادم. انا بتصور كمان هذه يجب ان تكون مشاركة اكثر مضاعفة المشاركة لانه هاي بتخدمنا بتخدم جماهيرنا وايضا بتثبت للرأي للمواطنين اليهود انه ايضا العرب شاركين في هذا الموضوع ومش انه انتم لحالكم وهن لحال لا انما مع بعض في قضيه واحده. طيب كيف ترفض ما قاله بالنسبه للمفاوضات مع الصعيد على الصعيد الدبلوماسي يعني مقابلات يعني
توسيع الأمر بالنسبة لدول أجنبية أخرى لحل وفض هذا الخلاف. الخلاف أي خلاف؟ الخلاف المذكور بالنسبة لتحدث عنه حول الإجرام والجريمة نقلها إلى محافل أخرى. مش كايمين أعضاء الكيس اللي نحن نقول مش كايمين وطلبنا أنهم يروحوا على الأمم المتحدة، يروحوا على الاتحاد الأوروبي، يجتمعوا مع سفراء. أقول لك في سفراء يعني بتكون هون في من دول عربية، في عندك الإمارات وفي عندك البحرين وفي عندك المغرب وفي عندك مصر وفي عندك الأردن، يعني اجتمع معهم كله تعالوا بركي برضه تأثير لهم يأثروا إنهم يعني يتدخل هون السطور تدخل. لكن للأسف شديد بقول لك إياها إنه قيادتنا يعني بدوروا على مشكلة مش هيختلفوا عليها. يعني لو نجي بنطبطك مثال يا سادة أبو حسن، أعطيك مثال، تعال من كسمين اليوم أنا مع الأسد وهذاك ضد الأسد ومنتكاتل منتهم بعض البعض، انا مع اردوغان وانا ضد اردوغان وبنتكاتل يا زلمه نتكاتل موقف انا بحترم الموقف بس بنتكاتل عليه نتكاتل على اشياء مناش فيها بيقدر يتناقش عليه مش يتكاتل عليه يتناقش كثير وكل شيء. انا بس بدي اقول شغله جمله قصيره بس جمله انا طلبت وراح اعيد طلب يوم الخميس للمتابعه انه تطلب ان تشارك في عقد اجتماع لجامعه الدول العربيه وأن يكون مندوب لجنة المتابعة مندوب لجنة الرؤساء في هذا الاجتماع يشرح الوضع القائم للجمهورية العربية حتى على الأقل ولو إعلاميا إنه إسرائيل تشعر إنه العرب في الداخل مش وضع صعب مشان هيك توجهوا لجامعة الدول العربية حتى ولو 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 شكلي. طيب على كل حال شكرا لك ماجد صعبني الناشط السياسي والاجتماعي، شكرا لك محمد حسن كنعان عضو الكنيسة السابق رئيس الحزب القومي العربي، شكرا لحضوركم من الاستوديو. إذا أعزائي المشاهدين نتوقف الآن مع فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونتابع، ابقوا معنا.